القوات المسلحه والشرطه قامت بتامين العمليه الانتخابيه في انتخابات الرئاسه، قامت بتامين الاستفتاء على الدستور. فمش صعب، يظل الاستحقاق الاخير مش صعب على القوات المسلحه والشرطه مع الشعب المصري الجميل ان هو ينفذ الاستحقاق الثالث بتاعه لخريطه الطريق او خريطه المستقبل. طيب المؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد ان شاء الله في شهر مارس، تمام، العمليات اللي حصلت الاخيره ده مش ممكن يخلي المستثمرين زي ما حضرتك ذكرت ان هم يخافوا؟ انا ليه اجي في بلد مش مستقر؟ لو انا جيت، لو احنا عايزين تنميه حتى في سيناء وزي ما قلنا اللي احنا نفتح مصانع ومدارس ومستشفيات، ايه اللي يخلي مستثمر يجي يدفع وهو عارف ان ممكن الفندق بتاعه او المدرسه بتاعته يتم تفجيرها والمصنع على سبيل المثال؟ هل ده مش ممكن ياثر؟ انا مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوله، لكن زي ما قلنا برضو ان في اراده شعبيه ان البلد تنهض، في اراده من اجهزه الدوله ان البلد تنهض وتتقدم. مصر دلوقتي يعني العالم كله بيبص لها ان هي عملت شيء عظيم ما حدش قدر يعمله، فبالتالي لازم نحافظ على المكتسبات اللي اكتسبناها في من الثوره، لازم نحقق الاستحقاق الثالث، لازم نصعد ونتقدم بالبلد بتاعتنا. فده بيجي من انتماء الافراد نفسهم للدوله، قيام الاجهزه نفسها، اجهزه الدوله والمؤسسات بتاعت الدوله، كل مؤسسه تقوم بالواجب بتاعها تجاه الدوله، فبالتالي هيتم النهوض. طيب في المقدمه واحنا بنقول اللي حصل في سينا، اصعب حاجه اللي انت بتدمر الاطراف، اذا انت مش قادر يعني تصل للعمق وتصل لقلب القاهره واللي انت تفكك المجتمع من الداخل، اجيب اضعف منطقه عندك او اللي فيها مساحات شاسعه واللي انت مش قادر يعني تنشر كميات من الجنود فيها واعمل لك فيها مشاكل، فيبقى عندك مشاكل مع ليبيا في الحدود، عندك مشاكل في سيناء، جماعات تكفيريه بيتم تهريبهم باستمرار عن طريق البحر عن طريق البر. هل ده لو استمر بهذا الشكل في مخابرات ودول شغال على الموضوع ده، مش بالزبط. مسألة إخوان بس بيشتغلوا بيصرفوا، لا ده دول بتشتغل إنها تدمر مصر، هل ده لو استمر لفترة يعني معينة لمدة سنة، هل ده ممكن يسهم بالفعل إن سيناء تصبح منطقة يتم تدويلها على سبيل المثال، أو إن زي ما كانوا بيقولوا إن تيجي قوات أجنبية زي ما هي فيها بالفعل أيوة. دلوقتي، هل ده ممكن يحصل وسيناء ما تبقاش معانا تاني؟ لا، يا سيادة الرئيس أكد النهارده في الكلام في كلمته بعد اللقاء مع المجلس الأعلى إن سينا بتاعتنا ومش هتبقى بتاعت حد تاني. فدي العزيمة والإصرار بتاعت الشعب المصري والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، هو ده اللي هيحقق استقرار البلد وهيحقق الاستقرار في المنطقة دي، مع تكاتف أبناء الشعب والمخلصين من أبناء سينا. أبناء سينا قاموا بدور عظيم جدا في صحيح. حرب ثلاثة في أيام حرب 73، صحيح، لازم نحسهم ونوعيهم إن هم يقوموا بالموضوع.